بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو من الفيديوهات المهمة قوي اللي اكيد كلكم مستنيينها. ولادنا البنات داخلين المدرسة، البنات والجامعة، تدريبات السباحة في الشتاء، شعر البنات هايش، شعرنا مقصف الصبح ما فيش وقت، وعايزة اسرح شعر البنت على طول. ايه المنتجات اللي احنا هنستخدمها عشان تسهل علينا العملية دي؟ احسن واحدة بقى هتكلمنا، يعني حد يكلمنا في الموضوع ده، دكتور سارة، وهتحل لنا كل المشاكل وهتقول لنا على كل المنتجات اللي تسهل علينا تسريح الشعر والعياط ويا ماما والحقيني وكل بقى الحاجات اللي انتوا عارفينها دي بتحصل. يعني بصي، ده مهم جدا عشان خلاص كل سنة وانتوا طيبين. الاسبوع الجاي المدارس 17 هيبقى حتى لو بنروح المدرسة يومين ثلاثة بس هنروح بالظبط. فاحنا كان دايما بتواجهنا المشكلة دي وقت دخول المدرسة، طب بسرح شعري بايه، طب ازاي اعتني بشعر بنت. الاول لازم نقسمهم، انت بنتك قبل 12 سنة ولا بعد 12 سنة؟ لو قبل 12 سنة بنعتبرها طفلة، فلازم الحاجات تبقى طبيعية جدا. طب انا عايزة احط لشعري لبنتي حمام زيت، بلاش جوز الهند، معلش يعني بلاش زيت جوز الهند، تقيل قوي على شعر البنات الصغيرة. اقصى حاجة خروع وزيتون، خروع وزيتون بنسبة 1:3، 1 خروع ل3 زيتون. يعني زيت الزيتون كويس للشعر؟ جدا جدا. لو حد شعره متقصف، حد شعره جاف مش دهني، احنا بنتكلم على الشعر الجاف الهايش. يبقى كده بنتكلم على شعر الاطفال الهايش الجاف، مش فروة الراس الدهنية. بالظبط. واللي احنا بنتكلم عليهم اللي مش شقر، اللي مش شقر، مش شعرهم اصفر، يعني مش شعر غامق، شعر بني، شعر كستنائي اسود. بالظبط. لان اي شعر فاتح لو حطيتي عليه اي حاجه وطلعت لي في الشمس هتسود، الشعر هتسود، يعني الزيوت على الشعر الفاتح بيغمقها. بالظبط كده. فانت لو عايزه تحافظي على اللون بتاعه ما ينفعش تحطي زيوت خالص او سيرم، بنسيبها كده تلقاء. طيب اسرح شعر بنتي بايه؟ طب اولا الزيوت بقى دي هنحطها ازاي، على فروه الراس ولا على اطراف الشعر؟ لا، على الاطراف الشعر، وهم ساعتين مره في الاسبوع لمده شهر. طب يعني 1 خروع 3 زيت زيتون للناس اللي شعرها غامق، هحط الزيت على اطراف الشعر، اربطه بجنيه ساعتين واغسل شعر. بالظبط. دي ده للحمام. الشامبو، شامبو للاطفال، انا بحب الحد كبير، مستلا شامبو، السيبا مات شامبو، في نازل شامبو جديد للاطفال اسمه بون شامبو، بس لسه هنتكلم عنه اول ما ينزل ليكي سكوب لي، لان في حاجه طبيه كامله نازله للاطفال. بس طب تاني كده نقول اسماء المنتجات، ركزوا بقى واكتبوا اسماء المنتجات، وانا باذن الله هحاول اكتبها لكم في صندوق الوصف. ماستيلا شامبو، سيبا مات شامبو، وبون شامبو، باندولين، يعني ماشي لو ما فيش غيره ما عنديش مشكله، بس مش احسن حاجه. المنتجات دي كلها في متناول الجميع؟ جونسون الاصفر العادي خالص برضو ما عنديش مشكله، ولو ان ليتلي بقى فيه حاجات مضروبه في السوق فبتحرق شعر البنات، فلازم يبقى اصلي يعني. طيب حمام كريم، لو حاجه طبيه تريكس هير ماسك، لو حاجه غير طبيه باي بوينت حمام كريم بالنخاع، برضو ساعه قبل الاستحمام على الشعر، وبعدين تغسلي لها شعر. يبقى كده قلنا حمام الزيت، وبعد كده قلنا الشامبوهات، والدكتور قالت اسمائها. لو حد بقى عايز يعمل اهتمام اكتر بهير ماسك، يبقى فيه تريكس هير ماسك، تريكس هير ماسك، او فيلا بورجيني هير ماسك، فيلا بورجيني هير ماسك، او باي بوينت حمام كريم بالنخاع. طيب لو انت عايزه حاجه من الحاجات اللي هي اوفر ذا كاونتر زي ما بنقول، اللي هي متوفره في الصيدليات، بنحب انا مش بحب قوي حاجات فاتيكا كلها، ولكن من احسن الحاجات اللي في فاتيكا، او الحاجه الوحيده اللي انا بوصفها من فاتيكا، الفاتيكا حمام كريم بالمايونيز. يبقى الحاجه اللي هي يعني ايه سعرها في متناول الجميع وموجوده في الهايبر وموجوده في كل حته، فاتيكا حمام كريم بالمايونيز. فاتيكا بالمايونيز، بلاش زيوت عشان ساعات بتسبب. وعلى فكره يا بنت بايو بوينت اللي هو بالنخاع ده، انا فعلا كنت بستخدمه، حلو جدا وموجود في الصيدليه وفي هايبر وفي كل حته. طيب بلسم فولتن كونديشنر حلو، في حاجه اسمها ديرمينم كونديشنر بولندي حلو جدا، في حاجه تانية بس للاسف احنا ما عندناش ثقافه الكونديشنر الليف ان، احنا عندنا ثقافه بديل الزيت.
هو ده احنا مسمينه في مصر بديل الزيت، بس في حاجه اسمها ليف ان كونديشنر اسمه باي بلاس، اللي هو يا جماعه ليف ان ده اللي هو بعد ما بنغسل شعرنا وننشفه بنحطه ونسيبه على شعرنا بالزبط. زي السيرم كده، وبيستخدموه قوي البنات اللي شعرهم كيرلي عشان يحافظ على الستايل بتاع الكيرلي. بالظبط، باي بلاس ليكويد ليف ان كونديشن، ده بيرطب الشعر، وسواء بقى انا شعري خشن كيرلي يعني او حتى شعري عادي ما يبقاش هيش، عشان ما يبقاش هيش احنا كل ده بنحاول ان الشعر ما يبقاش هيش خالص. يعني الليف ان ده يا بنات للناس اللي هي شعرها مش كيرلي، لا انت بتحطيه على شعرك عشان شعرك ما يبقاش هيش، للناس اللي شعرها فتليته ناعمه بس هيش. بالظبط. طيب عايزه بقى حاجه عشان الشعر الهيش اسرح بيه شعر الصبح، عندي ورقه وقلم معايا ست الكل، ريفادون. الفيديو ده كله ورقه وقلم، كله اسمعوه واتفرجوا عليه تاني واكتبوا كل الحاجات. ريفادون سيرم، تريتو سيرم، السناتر سيرم، ال يا سلام بقى لو محوشه شويه وتجيبي لبنتك وتدلعيها اروما. ايوه اروما ارجان اويل تحفه. انا تحفة. سمعت عنه ده فعلا. اروما هير سبراي تحفه تحفه، بنرشه على الشعر سواء انت سرحتي بسيرم او لا، بترشيه على الشعر بيحافظ عليه، والهيشان ده بالمتابعه بيتحسن جدا. الاروما عنده هير ماسك بس هو غالي شويه، هو مشكله الاروما عشان في 40% ارجان اويل والارجان غالي جدا. طبعا. فهو سعر المجموعه غالي قوي، فاحنا بنقول لو قدرتي تجيبي الهير ماسك يبقى كويس قوي، لو قدرتي تجيبي الهير سبراي، والهير سبراي ده بيقعد اب تو 3 شهور. هو في هير سبراي وفي كمان تونيك. yes. في تونيك في كده، بس انا بحب السبراي اسهل بيعالج التقصف. طيب احنا وصلنا لايه؟ ريفيدون ده اللي احنا هنحطه على شعرنا ونسرح بيه، لكن الليف ان ما ينفعش التسريح، هو بس وشعري مبلول. بالظبط، يعني الليف ان يا بنات وشعرنا مبلول بنحطه وخلاص وسرحنا شعرنا وكده، لا شعري بقى ايه الصبح صاحيه عايزه اعمل البنت طفيره عايزه اسرح قبل الجامعه وشعري بيفضل مكتوم كده، ده بقى اللي ايه اللي يعني اللي احط بقى عليه له السيرم. بالظبط. طيب ايه تاني؟ قلنا كده دلوقتي كل حاجه، باقي لو عايزه اسرح شعر بنتي بكريم، اصل انا بنتي ما بتجيش على السير، مارفل كريم، فيفيدول كريم. من الحاجات اللطيفه قوي في التسريح فازلين هير تونيك. هتقولي لي فازلين منزل هير تونيك؟ منزله، هو مش منتشر قوي في مصر، ولكن من الحاجات اللطيفه قوي اللي انا بحب اكتبها جدا 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 في حالات البنات اللي بينزلوا البسين قبل وبعد البسين. يعني انا دلوقتي بقى بنتي عندها تدريبات هتنزل البسين، طبيعي ان احنا بنلبس البونيه، بس قبل ما نلبس البونيه نحطه على شعرنا وبعديها تطلع تستحمى، وبعد ما نشيل البونيه ونغسل شعرنا نحطه. بالظبط. بالظبط. التسريح يبقى مشط خشب، مش بفرشه، مش ويت براش، مشط خشب واسع، مشط واسع يا بنات، خشب او عاج. اوكي. الخشب طبعا متوفر في كل حته، هو فعلا حلو. يعني السيرم على الشعر الناشف. بالزبط. والكريم ده اللي هي للبنات الصغيرين بقى في فتره ال البسين. طيب احنا كده ايه احنا قلنا للناس اللي هم كل المنتجات دي اللي بعد 12 سنه والمراهقات والبنات الكبيره كله لا، وقبل ال 12 وبعد ال 12. انا اللي بعد 12 هقول لهم بس حاجه زيادتين. قبل ال 12 الولاد في السن ده اكلهم وحش قوي، لعبهم كتير، تحسي البنت كده هزيله. وما شاء الله الفتره دي البنت بتكبر، نمو الولد بيكبر، فتحسي ان هو ضعيف. فانا بحب في السن ده جدا اكتب في الروبيلا. في الروبيلا دي عباره عن نوتيلا، معلقه بتفرديها على نص رغيف عيش او توست الصبح، بتاكليها قبل ما بتنزل المدرسه. هي بتحسي ان شعرها فرق، جسمها فرق، بقت حيويه، تركيزها احسن. يعني دي حاجه فيها فيتامينات ومفيده للشعر. حديد. هي كلها حديد زي النوتيلا، بطعم النوتيلا، بتفرديه على نص رغيف عيش الصبح. طيب بالنسبه بقى للي هي الاقراص اللي ممكن ناخدها كده زي ما احنا قلنا ده اللي قبل 12، بعد 12 بقى انت غششتيهم. بعد 12 بنكتب حاجه اسمها باي فيتا جامي فيتامينز، دي زي الجليكولا كده، بياخدوها مره في اليوم، ولو عندهم نقص فيتامين د بياخدوا الوفير شوكليت. خلي بالكوا السن ده من اوحش السن في الادويه. فبنديهم الجامي فيتامينز والشوكليت. طب البنات سالتني اللي هي الرويال فيت جي والحاجات اللي هي بالجينسينج والحاجات، ما عنديش مشكله، بس دي بعد يعني بعد المراهقه يعني مثلا 16 18 سنه، مش في الاول.
طيب انا جالي بقى سؤال ويعني اساله لك بقى. قول. البنات والستات اللي بتعمل ليزر وعندها انيميا وبتاخد حديد، البنات اللي شعرها بيقع وبتاخد اقراص بقى برضو فيتامينات كالسيوم حديد فيتامين ب كده، بيأثر على الليزر؟ بيأثر على نمو الشعر؟ الناس هتزعل مني قوي في الفيديو. اصل انا كنت السؤال ده جالي كتير جدا. طب انا دلوقتي شعري بيقع وبعمل ليزر، طب قوي شعري ولا يعني في كده مشكله؟ كل الفيتامينز بتاعه الشعر، الشعر ده بتطلع الشعر ده، بتاثر على جلسات الليزر ما عدا باي فيتا جامي فيتامين، ده الوحيد اللي مش بيأثر. ولكن 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 اي حاجه ثانيه بتاثر. طب نعمل ايه؟ اللي شعرهم بيقع عادة وبيعملوا ليزر بنديهم حاجات توبكل، مش يعني اللي بتعمل ليزر وشعرها بيقع وعايزة تقوي شعرها هتعمل ايه؟ يبقى هندي حاجات يعني سيرم وحاجات لخربة الراس، مش هناخد بقى حاجة كده بالحبوب يعني اقراص بالفم. طيب ايه تاني عايزين نقوله؟ احنا قلنا كده كل حاجة. اخر حاجة معلش انا دي لازم اوجهها لكل الناس، او ممكن نعمل لها حتى فيديو لوحده. اي ست جالها في خلال الفترة اللي فاتت اصابت بفيروس كورونا، انا عارفة ان انت شعرك دلوقتي بينهار بينتحر، انا عارفة انه صعب جدا انك تلاقي شعرك كله في ايدك. للأسف الفيروس بيسبب نوع من انواع ال الضعف، الكبوات الجسدية والضعف العام اللي غصب عنك بيوقع شعرك بعد من شهر لثلاث شهور بعد الإصابة. وفعلا فعلا يعني تيجي تقولك أنا شعري أهو لأن يا بنات أنا غالبا الجزء ده هعمله يعني ممكن أخليه في الفيديو برضو، هعمله قط لوحده وهكتب عنوان كده تأثير فيروس كورونا على الشعر. يعني فيروس كورونا بيأثر على الشعر يعني سواء عند الستات او عند الرجاله، بس طبعا اكيد الموضوع عند الستات مهم جدا. بيأثر على شعر الراس بس، ممكن يأثر على الحواجب والرموش. استنونا في الفيديو الجاي هنقوله. اوكي، فيديو مهم قوي.